أهلا بكم. يتضاءل الأمل منذ بدء مسار التفاوض بين أطراف الأزمة السورية قبل أكثر من 3 سنوات. ينتقض الغزل قبل وأثناء وبعد كل موسم مفاوضات، ويعود الخلاف في كل مرة إلى المربع الأول للأسباب ذاتها ولأسباب طارئة. جولات جنيف من دون بطل، شأنها شأن جولات العاصمة الكازاخية أستانا التي ربحت شهرة لا تقل عن شهرة مدن استضافت كأس العالم أو دورات الألعاب الأولمبية. مسار تفاوض يمشي القهقرة ليصل به الهزال اليوم إلى جنيف، إلى حد يبذل فيه المبعوث الأممي وكل القوى الضاغطة جهودا مضنية لا لشيء سوى حث أطراف الصراع على الهدوء وإغلاق الهواتف أثناء المفاوضات على الأقل. في هذا الخضم تدخل الأزمة السورية في سرداب صراع الأجندات الإقليمية والدولية المظلم، ويخسر الشعب السوري المنكوب رهانه على اقتراب حسم سلمي أو حتى عسكري. قراءات ترى أن الحل يلبس معطف بوتين الخصم والحكم في آن واحد، وأن أطراف أستانا هي مربط فرس الحل، وأخرى تجزم أن الأمم المتحدة جاهدة في تجنب الانهيارات تفاديا لمزيد من الفشل، حتى وإن كان مبعوثها كما ولو يمشي بالملف على حبل معلق بين موسكو وأنقرة وتهزه طهران من المنتصف. لمحللين نحن أيضا تفسيراتهم لأسباب تعثر التسوية في حلقة بعنوان الملف السوري عين على أستانا وقدم في جنيف مفاوضات بنسختين. يشاركنا فيها دكتور رامي خليفة العلي الباحث في الفلسفة السياسية، ينضم إلينا من باريس. من موسكو معنا المحلل السياسي الروسي يفغيني سيدروف، ومن بيروت ينضم إلينا دكتور سامي نادر مدير معهد المشرق للشؤون الاستراتيجية. أرحب أيضا برسام البرنامج فواز أرناؤوط الذي سيواكب برسومه ولمساته الكاريكاتورية أبرز محاور هذه الحلقة. كما تعودنا إذا نبدأ البرنامج بسؤال واحد يتطلب إجابة مختصرة. فرقاء النزال الميدانيين في أستانا وأطراف الصراع السياسي في جنيف، هل باتت مفاوضات السوريين بملفين؟ أبدأ معك دكتور رامي. فصل الملفات هي محاولة سياسية من روسيا ومحاولة تقنية من الأمم المتحدة، ولكن فصل الملفات باعتقادي أمر متعذر للغاية. سيد يفغيني، أعتقد بأن الحديث يعني يدور عن ملف واحد هو ملف جنيف، وروسيا تعتقد بأن مفاوضات أستانا ليس إلا تمهيد أو إعداد وخلق وتوفير ظروف مواتية لإجراء المفاوضات السياسية في جنيف. كيف ترى الموضوع دكتور سامي؟ أعتقد ملف واحد ولكن بمراحل عديدة. نعم. مرحلة أستانا هي مرحلة ما قبل وصول ترامب إلى رئاسة الجمهورية، أما اليوم المفاوضات في جنيف وما سيليها هي ما بعد وصول فريق جديد إلى البيت الأبيض. لهذه الأجوبة براهين نستفيد فيها بعد حين. ما عاد أمر السوريين بيدهم بالأضحى رهين تغير السياسات الإقليمية والدولية من محنتهم. يدعون إلى جنيف تحت مظلة الأمم المتحدة ليتخاصموا قبل أن يتفرقوا أيادي السبأ، كل حزب بما لديهم فرحون في انتظار دعوة جديدة في جنيف أو في أي مدينة أخرى، وهكذا دواليك. مسلسل فشل جنيف نجح فعليا في فصل السياسي من المعضل عن العسكري الماحق. أمسكت روسيا بزبام الفرقاء الميدانيين بمؤازرة تركية، وتركت الساسة لمقاربات مظلة الأمم المتحدة التي لم تعد تقي من برد أو حر. لا معجزة متوقعة في جنيف 4 التي هرعت إليها الأطراف بأولويات معيقة، فأقصى ما يصبو إليه ديمستورا هو تدليل الصعاب لجمع الأطراف حول جدول أعمال يؤسس لثقة مفقودة، لعل وعسى أن تسفر عن مجرد أمل في عقد جنيف 5 أو 6، فأول الحل ثقة ولا محل لحل في غيابها. نقاشنا يبدأ الآن.
أود أن أبدأ من موسكو معك سيد يفجيني. سيد يفجيني، يوم أمس روسيا والصين استخدمتا حق النقض الفيتو ضد قرار مجلس الأمن لمحاولة حظر إمداد الحكومة السورية بطائرة الهليكوبتر وإدراج قادة عسكريين سوريين على قائمة سوداء. تبرير موسكو لهذا الفيتو جاء لعدم التشويش على مفاوضات جنيف. هل هي ناجحة أصلا للتشويش عليها؟ لا طبعا، المفاوضات جنيف لم تحقق حتى الآن أي نتيجة تذكر، ولكن حتى إذا بقي يعني أدنى أمل في إمكانية إحراز أي تقدم، فلابد لكل الأطراف بما في ذلك المجتمع الدولي، مجلس الأمن، الأطراف المختلفة بما فيها الغربية، أن تقف موقف الحذر إذا كل ما يدور حول سوريا الآن. لذلك أنا أعتقد بأن التوقيت الذي تم اختياره بالنسبة لتبني هذا القرار ولم يكن منطقيا تماما، لأنه ليس من شأنه إلا أن يسيء إلى مفاوضات جنيف، ولا سيما من منظور طبعا وفد الحكومة السورية الذي ربما، وأنا لا أستثني ذلك، سوف يهدد بانسحابها من المفاوضات إذا فيما إذا استمرت يعني مثل هذه الخطوات على صعيد دولي على صعيد الأمم المتحدة. دكتور رامي، الكل عليه إجماع أن لن يكون هناك اختراق في مفاوضات جنيف لجدار الأزمة السورية. لماذا هم مجتمعون إذن، وما هي الأوراق التي لديهم للتفاوض على أي موضوع كان؟ هناك شقين نوفر من سؤالك. دعني أبدأ من الشق الأول، وهو لماذا هذا الإجماع ربما من المراقبين ومن المهتمين بالشأن السوري على عدم وجود اختراق. باعتقادي أن هنالك عدة عوامل لعبت دورا سلبيا خلال الفترة الماضية، أولها وأهمها إدارة ترامب، حيث إلى الآن لم نستطع أن نتلمس الملامح الأساسية لسياسة الإدارة الأمريكية الجديدة حول الملف السوري. هذه نقطة. النقطة الأخرى انشغال أوروبا وقلقها من الإدارة الأمريكية الجديدة، وبالتالي وقع الملف السوري في ذي القائمة اهتمامات الدول الغربية. النقطة الثالثة وهي الإجراءات التي تمت على الأرض خلال الشهور الماضية، من أبرزها السيطرة العسكرية على مدينة حلب، التفاهم الروسي التركي، وضع المعارضة الحرج إذا شئت أمام كل هذه التطورات الميدانية. أما الشق الثاني فهو لماذا تتم هذه المفاوضات. باعتقادي أن هنالك عاملين أساسيين. العامل الأول وهو التراكمات التفاوضية والسياسية التي تسعى سواء المعارضة السورية أو حتى الجانب الروسي إلى خلقها والمضي فيها بالرغم من عدم وجود إمكانية لتحقيق اختراق كبير. النقطة الثانية وهي لا تقل أهمية، وهي عودة الملف السوري إلى حضن الأمم المتحدة. حاولت روسيا سواء عبر إعلان موسكو الذي ضمها إلى جانب تركيا وإيران، أو عبر مفاوضات أستنا، احتكار الملف السوري إذا شئت. أما الآن وقد بدأت مفاوضات جنيف وهنالك رعاية أممية، فهذا يعني عودة الملف مرة أخرى إلى المجتمع الدولي الممثل بالأمم المتحدة. وإن شهدنا غيابا الحقيقة ملحوظا سواء لأطراف غربية وأطراف إقليمية وتأثيرها المحدود على سير المفاوضات في جنيف. نعم دكتور سامي في بيروت، دكتور، هل ما قاله الآن دكتور رامي تطورات الميدانية وهي لصالح النظام وفيها تفتت نوعا ما للمعارضة، تراجع الدور الأمريكي وانشغال الأوروبي، ربما يعطينا فكرة عن تعاظم الفرص أمام النظام السوري وكل من داعميه الإقليميين والدوليين، وتقلص خيارات المعارضة لأي حل يكون في الوسط بينهما؟ يعني أعتقد أن ما جاء في حديثه هو في مكانه، ولكن أنا أعيد السبب ليس لإدارة ترامب وعدم وضوح سياساتها بعد، إنما لإدارة الرئيس أوباما تحديدا وإحجامه عن دعم المعارضة، وذلك لسبب أساسي هو عدم إرادته التشويش على توقيع الحلف النووي مع إيران، مما أتاح لإيران هامش مناورة واسع، وأتاح أيضا دخول اللاعب الروسي من الباب العريض إلى الداخل السوري. اليوم هنالك تبدل في هذه السياسات بدأ واضحا، أكان من خلال ما سرب أو ما قيل بشكل واضح عن ضرورة إنشاء مناطق آمنة في سوريا، هذا أولا، وثانيا ضرورة إرسال قوات عسكرية أمريكية لمشاركة بمعركة الرقة. وهذين القرارين إذا ما
عندما دخلا حيز التنفيذ سوف يغيرا موازين القوى في الداخل السوري، ومن هنا سوف يعني يغيران موازين القوى في المفاوضات في مفاوضات جنيف. ولابد من انتظار كيف سوف تحسم معركة الرقة من جهة، ويبدو أنها قريبة، والمناطق الآمنة ما مصيرها، لأن هنالك تعيينات قام بها الرئيس أوباما في فريقه. أول شيء أبعد فلين، وهو يعني كان عنوانا للتقارب بين واشنطن وروسيا، الأمر الذي اليوم لم يعد على طاولة المفاوضات كما كان من قبل، وتعيين مكانه الجنرال ماكماستر، وهو صاحب نظرية قد تكون مختلفة تماما عن نظيره مايكل فلين، وهو يعني يعول على شراكة عربية إسلامية من أجل القضاء على داعش، مما يعني تقارب أكثر مع السعودية من جهة ومع تركيا من جهة أخرى. سيد يفغيني، سفيرة الأمم المتحدة، سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة، أعربت عن استيائها الشديد من فيتو الروسي والصيني. هل هذا وضح لنا الفيتو يوم أمس ربما أعطانا ملامح العلاقة القادمة، ونبتعد عن الرهان من أن العلاقة ستتحسن بين أمريكا وبين روسيا في الموضوع السوري بالتحديد، وأنه لن يكون هناك تقارب، وكل دولة ستتمسك بأبجدياتها في هذا الملف بالتحديد؟ الحقيقة الغموض الكامل يكتنف مستقبل العلاقات الروسية الأمريكية بوجه عام، ومستقبل تفاهماتها حول سوريا بشكل خاص. الآن من جهة نرى أن إدارة ترامب تقترح على روسيا محاربة الإرهاب، ولكن هذا الكلام يحمل طبعا ضبابيا بالنسبة لموسكو، وهي تريد أن تحدد ما هي المحاور التي يمكن أن تتعاون فيها موسكو وواشنطن. الإدارة الأمريكية لم تعطي جوابا دقيقا عن هذا التساؤل، رغم أن موسكو تصر وهي ترغب صادقة في تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة، والأزمة السورية والتنسيق فيها بالنسبة لموسكو مهم جدا، لأنه ربما سيسمح لها مع مرور الزمن بالأمل بالخروج من حلقة العقوبات المتتالية التي انهالت عليها خلال الأعوام الأخيرة. وبذلك أمل موسكو بالفعل معلقة على التنسيق والتعاون مع واشنطن، ولكن يبدو أن الطريق إلى هذا التنسيق وإلى هذا التعاون، ولا سيما في الملف السوري، سيكون صعبا ومعقدا للغاية. نعم دكتور رامي، عطفا على ما قاله منذ قليل دكتور نادر، أن ربما قوات أمريكية برية تستعد لخوض غمار الحرب في سوريا، وحسب ما مثلا ساندي تايمز البريطانية، أيضا يعتقد أن المستشار الأمن القومي الأمريكي الجديد هو من أكبر المؤيدين لاستراتيجية أكثر عنفا في سوريا. كيف سيؤثر إذا ما تم وضع هذه الأفكار للتنفيذ، كيف ستؤثر على موازين القوى في الملف السوري؟ أعتقد نوفل أنه من المغامرة التحليلية الحديث عن توجهات واضحة لدى الإدارة الأمريكية، بالرغم من الانتقادات التي واجهتها الإدارة خلال الشهر الماضي لإيران والموقف المتشدد إذا شئت من الجانب الإيراني، ولكن من الواضح تماما أن إمكانية التراجع عن الملف النووي هي إمكانية صعبة إن لم تكن مستحيلة، خصوصا أنه متداخل فيها أطراف دولية وقعت على هذا الاتفاق. حتى في مسألة خلق مناطق آمنة سواء في شمال سوريا أو في مناطق أخرى، يبدو هذا الأمر متعذر، ولم تتخذ الإدارة إجراءات حقيقية وجادة في سبيل تحقيق هذا الهدف. أضف إلى ذلك نقطة ثالثة وهي على غاية من الأهمية، أن الموقف الإدارة الأمريكية بشكل عام لا يبدو واضحا من مختلف القضايا، ويبدو أن هنالك صراع داخل الإدارة ما بين الرئيس ترامب والفريق الذي جلبه، وما بين المؤسسة التقليدية في الإدارة الأمريكية. لذلك أتفق مع يفغيني بأن هنالك غموض إذا شئت، سواء في العلاقات مع روسيا أو في إطار الملف السوري. أضف إلى ذلك نقطة على غاية من الأهمية، باعتقادي أن
الأزمة السورية أصبحت معولمة، وبالتالي لا أعتقد أن هنالك إمكانية لإيجاد تسوية أو إيجاد حل دون إيجاد صفقة دولية إذا شئت تشمل الملف السوري وتشمل ملفات أخرى. وباعتقادي أن هذا على الأقل في الأمد المنظور أمر متعذر للغاية، سواء الخلاف الذي نشأ أو إذا شئت الصراع ما بين إدارة ترامب وإيران لا نعرف إلى أي مدى سوف يذهب، أو حتى العلاقات الأوروبية الأمريكية، الوضع الأمني أو الوضع السياسي المتخلخل ما بين ضفتي الأطلس. هنالك قلق في الدوائر الأوروبية، في مؤتمر ميونخ الأخير ظهر بشكل واضح أن القلق الأوروبي لم يتبدد بالرغم من محاولات تطمين نائب الرئيس الأمريكي. لذلك أعتقد أنه من الصعب جدا تخيل تطبيق الأفكار التي ذكرت حتى الآن من قبل الإدارة الأمريكية على أرض الواقع، ولا أعتقد أن هنالك إمكانية لإيجاد تسوية في الأمد المنظور. نعم دكتور سامي، تقلصت خيارات المعارضة بشقيها العسكري والسياسي بعد التغيرات الميدانية التي شهدناها خاصة مع حلب، تحول السياقات الإقليمية أيضا والتقارب التركي الروسي، هذا من جهة. بالنسبة للنظام أيضا الروسي، التقارب الروسي التركي أيضا يؤثر على أوراق النظام، وكذلك التدخل الإيراني. من وجهة نظرك ما هي الأوراق الضاغطة لكلا الطرفين في هذه المرحلة من المفاوضات؟ أعتقد أنه بالنسبة إلى المعارضة السورية نقطة الضعف الأساسي هي تعدد ما يسمى اليوم بالمنصات، وهذا يضعف الموقف موحد للمعارضة ويفتح المجال أمام لعبة المزايدة، وهذا مما يضعف الموقف. ولكن لا شك أن هنالك اليوم قوى دولية ما زالت داعمة لها، أقله لأنها تريد الوقوف في وجه روسيا وفي وجه إيران، الطرفين الأساسيين اللذين يدعما النظام. المسألة الثانية تتعلق أيضا بوجود اليوم قرارات دولية تقول بضرورة حكم انتقالي، حتى لو أن القرار 2254 ليس بوضوح القرارات الأخرى، ولكنه يتكلم أيضا عن آلية حكم، هذا أولا، ثانيا عن دستور جديد، وثالثا عن انتخابات. ولكن أنا لا أعتقد أن هذه الأمور سوف تدخل في مسار تنفيذي قبل وضوح السياسة ترامب بالنسبة إلى سوريا، والتي أنا أعتقد أن بدأت ترتسم ملامحها. على الأقل هنالك مسألة أساسية، أن سياسة الانفتاح على إيران التي كانت العنوان خلال الخمس سنوات الماضية، هذه السياسة أصبحت على أفول، أصبحت من الماضي، وهنالك اليوم سياسة أخرى قيد الرسم، وسوف تدخل يعني عاجلا مسار التنفيذ. سيد يفجيني، هناك تباينات بين موسكو وبين مختلف أطياف المعارضة حول حتى أولويات الأجندة، وحول مدى تحكم النظام أو روسيا في حليفها نظام الأسد، حيث هناك الكثير من اختراقات لوقف إطلاق النار خلال أيام المفاوضات نفسها، هذا أولا. ثانيا، ماذا عن تباينات مع مختلف الأطراف الأخرى؟ كيف تتقارب مع إيران، وكيف تحاول أن تتماهى مع تركيا في هذا الموضوع بالتحديد بعد أن تحدثنا عن أمريكا؟ نعم، بالنسبة للجزء الثاني من السؤال، فإذا سمحت أبدأ بالإجابة عنه أولا. وأعتقد بأن التحالف مع تركيا يحمل الآن طبعا مرحليا، ولا أستبعد أن العلاقات بين البلدين، بين موسكو وأنقرة، سوف تتصاعد مجددا، ربما ليس بسبب أي حادثة طارئة على غرار ما حدث أثناء أو بعد إسقاط طائرة سوخوي 24، وإنما ربما لأسباب أخرى ولتباينات مصالح كل من روسيا وتركيا في سوريا. فيما يتعلق بإيران، فأنا أعتقد بأن التباينات وحتى الخلافات الحادة سوف تنتظرنا في المستقبل بين موسكو وطهران، ليس فقط بسبب مختلف أو اختلاف الرؤى
إلى في الأزمة السورية وآفاق تسويتها، وإنما ربما في أيضا في روح التنافس الذي ما زالت تسود الأجواء المحيطة بسوريا، لأنه يبدو أن روسيا التي الآن نالت اعترافا دوليا كقوة حاسمة في سوريا وهي مؤثرة على الأزمة السورية من كافة نواحيها، بينما نرى أن إيران التي تعتبر نفسها أنها طرف نفذ الجزء الأكبر من العمل إن صح التعبير على الأرض مباشرة، ربما سوف تشعر بأنها مستبعدة أو مبعدة من سوريا ما بعد الحرب، لأن هناك كما يبدو للبعض في روسيا اتفاق ينذر بتقاسم مناطق نفوذ في سوريا في مرحلة ما بعد التسوية أو أثناء المرحلة الأولى من التسوية السياسية، وهنا إيران ستبقى ربما بلا دور كبير بلا دور مرموق، وهذا يثير ربما بعض الشكوك لدى القيادة الإيرانية في نوايا روسيا، وبالتالي أنا أعتقد بأن الخلاف هنا سوف يصبح أمرا لمفر منه. نعم دكتور رامي، أود أن أطرح عليك هذا السؤال، ليس من المفارقة أن روسيا كما قال الآن سيد يفجيني هي القوة النافذة في الملف السوري، أمريكا ما زالت غامضة في سياساتها ولديها انشغالاتها الداخلية، الانشغال الأوروبي بمشاكله وانتخاباته القادمة، روسيا حيدت إيران تقريبا من الملف السوري، تقاربت مع أقوى دولة كان لها تأثير كبير سياسيا وعسكريا في سوريا، ورغم ذلك لا نرى إلى الآن أي اختراق. باعتقادي أنه الأطراف الثلاثة التي حاولت موسكو أن تجمع بينهم وأن توجد أرضية مشتركة، أقصد موسكو وطهران وأنقرة، ظهر من الواضح أن هنالك خلافات كبيرة ما بين هذه الأطراف. دعينا نشير أولا نوفر إلى العلاقة ما بين روسيا وإيران، ربما ليست المسألة فقط مقتصرة على روح التنافس الذي تحدث عنها يفجيني، ولكن المسألة تتجاوز ذلك إلى خلاف استراتيجي إذا شئت، لأن إيران راهنت مع النظام السوري منذ بداية هذه الأزمة على الحل العسكري باعتباره الحل الوحيد المطروح على الطاولة، والتحرك السياسي يأتي ليعطي غطاء لهذا التحرك العسكري. من الواضح بأن روسيا وخصوصا بعد أن دخلت وساعدت بالسيطرة على حلب بالتفاهم مع تركيا قد تخلت عن هذه الفكرة، وهي تؤمن الآن بأن الحل المطروح هو حل سياسي وإن كان وفقا لرؤيتها ووفقا لمصلحتها في إطار الملف السوري، وإيران لم تذهب في هذا السياق. أما العلاقة مع تركيا فأعتقد أنه أيضا هنالك خلافات كبيرة. دعيني أذكر نوفل بأنه في الأسبوع الماضي فقط استقبلت العاصمة الروسية موسكو ممثلين عن الأكراد من الأربع دول المتواجدين فيها من إيران والعراق وسوريا وتركيا، وبالتالي هذا يثير قلق الجانب التركي بالإضافة إلى قضايا أخرى. نعم بعد الفاصل سنركز على هذا الملف السوري بين أستانا 2 وجنيف 4، ابقوا معنا. ما زال الفن التشكيلي السوري صامدا ولو في المهجر، عاكسا لأزمة حاضرة بقوة في ذهنية الفنان، حاملا لرسالة تنطق بها ريشته في حله وترحاله. عن الفن التشكيلي زمن الحرب، أستضيف الفنان السوري مهند عرابي في فقرة الحوار. أهلا بك مهند معنا في فقرة الحوار. مهند، كيف تأثر أسلوبك، كيف تأثرت شخصيتك بالمحنة، ومتى تسلل هذا الطفل للوحاتك؟ التأثر كان يعني ما بدي أقول يمكن تدريجي، أخذ عدة مناحي انفعالية، ابتدت يمكن بالدهشة، ابتدت بعدين بالصدمة كمان من المشهد العنيف اللي عم يصير، بعدها صار حالة تانية من التأثير هي الانتقال ومغادرة المكان، فهون صار في حالة خلينا نقول يمكن مختلطة بين مشاعر عاطفية أنت عم تعيشها ببعد وفقد وهالعنف، الكم العنف بالصورة اللي عم نشوفه خلال 5 سنين، وتأثير المكان اللي أوريدي الواحد عم ينتقل فيه، عم يحاول يكون رغم يمكن الأسى أو رغم الحزن أو رغم الانكسار اللي عايشه، بحاول دائما يعطي صورة مشرقة وصورة إيجابية إنه لسه إحنا بنحب الحياة وعنا القدرة نعيش. هذا التفاعل بين
الألم والأمل كيف تجسد في لوحاتك؟ أخذ وقت، يعني أخذ وقت لحتى تلمست الألم. أحياناً مثل كل أشخاص بيمروا بمحن، يمكن نحن شعب كامل عم يمروا بمحنة، بتشوفي أحياناً طريق أسود، بس بعدين لا، بقول إن شاء الله هيك المستقبل لازم يكون مشرق. يعني أكيد بعد هالغمامة السوداء اللي عم تمرق على كل المنطقة أكيد في شيء بلش ينعكس تدريجيا على شغلي. يمكن الأمل تسلل بصراحة من خلال بنتي، يعني لما بشوفها هيك سعيدة أو عم حاول أنا ربيها بجو خالي من هاي الشوائب اللي والمشاكل والعقد اللي عم نعيشها اللي وصلتنا لهون، بشوف ضحكتها، بشوف الأمل، يمكن بقول هذا الشيء اللي بحب شوفه بالمستقبل، أو هاي اللوحة اللي بحب أرسمها بالمستقبل. هي التي أثرت من بورتريهات إلى الطفل الذي رسمته من خلال لوحاتك وفي مختلف معارضك، كبر اليوم هذا الطفل؟ هو الطفل كان موضوعي الأساسي من زمان، والعائلة تحديدا كمان. الطفل ببداية مشروعي الفني كان طفل هو أنا، وابتدأ بقصة بسيطة أنه أنا مهتم بالشكل البشري، فببساطة أحيانا بيصير مع الفنان قصص بتغير له منحة حياته أو منحة أسلوب عمله. يعني فكنت عم راقب أطفال من خلف زجاج محطوطين بالحضنات تبع الولادة لحالة بتخصنا، يعني حالة بالعائلة، فلفت نظري كيف هالمجموعة من الأطفال هن عبارة عن أرقام وكلهم بحالة قلق، إجوا على هالدنيا بس ما بنعرف بيكملوا ما بيكملوا، كيف كل الجو متوتر حواليهم. فبذكر أني من وراء الزجاج قاعد عم برسم سكيتشات، بتذكر فرغت فوق 40-50 سكيتش، ابتديت أني عم برسم هذا الطفل، اكتشفت أني عم برسم حالي، فبلشت أرسم كل تفاصيل ذاكرتي أو الأشياء حتى اللي بكرهها من خلال هذا الطفل، يلي هو بالنسبة لنا هو عالم كائن قائم بذاته. قديش بنتمنى كمان أحيانا بلحظة من اللحظات نرجع للطفل يلي هو بيفكر بخيال واسع وببراءة. بتشوفي الأطفال كيف ببساطة بيتعرفوا على بعض بدون عقد، بيلعبوا مع بعض وبتنتهي الموضوع. هناك من يرى أن دور الفنان الملتزم زمن الأزمات والحروب مختلف تماما عن دوره أزمنة السلم والرفاه. كيف تعيش أنت هذه التجربة، تجربة وطنك في الداخل وأنت خارج هذا الوطن؟ يمكن بعتبر حالي خارج فيزيائيا يعني، بس أنا بحياتي ما كنت خارج وطني، لأنه بيشرفني وين ما كان أنه بتعرف في أني فنان سوري، وهذا شيء فخر لإلي. كيف بنقول هذا الموضوع؟ أنا لهلأ، لأنه لهلأ نحن ضمن دائرة الفعل ورد الفعل، الحدث لسه موجود ما انتهى، فنحن عم نتعايش مع الموضوع حتى عاطفيا وانعكاس المواقف أو الأحداث اللي عم تصير عم يأثر مباشرة علينا كأشخاص بالعموم، وكوني كفنان فبدي أعبر من خلال اللون واللوحة. مرق فترة علي أنه تقريبا أكثر من 2.5 سنين صارت معي هاي الحادثة، يعني أنه مرة بمعرض معارض أنه الناس بيعرفوا شغلي القديم عملوا لي مهند شغلك حزين، أنا قلت لهم أنا جاي من سوريا، يعني فوصمة الحزن. يعني كل يوم عم يصير معنا قصص على المستوى الشخصي، فقدنا أشخاص صحيح. وأنا شخصيا فقدت كتير أشخاص قراب علي، فقدنا شيء حتى مادي، يعني إنه هذا ما بينحكى فيه، بس أشخاص إنه بتعتبري حالة الفقد هي الحالة القاسية. بنحاول لما ننتقل لمكان تاني إنه نحن نأسس بمجموعة ناس الشيء اللي بتأسسيه ببلدك خلال 30 سنة الواحد اللي عشتهم بالشام، بعدين انت خلال لحظة او فترة بسيطة بدك ترجع علاقتك مع المكان صفر، علاقتك مع الاشخاص اللي حواليك صفر، علاقتك مع ذاتك واكتشافك للمكان صفر. كيف بدك ترجع تبني حالك من اول وجديد وبنفس الوقت عندك مسؤولية تجاه اسرتك اللي بالدرجة المصغرة اللي هي اقاربك ومجتمعك اللي هن كمان بطريقة غير مباشرة بيشوفوا فيك النموذج والمثل يلي بنحاول دائما من خلاله واحد بيعمل جهده انه يقول انه قدران انا
بأبسط الأمور وشو ما كان الظرف قدرانين نعمل شيء. وهلا طبعا نتفهم هذا التأثر في كلامك ونلمس في أعمالك الفنية حقيقة هي الراقية، مزيج من محاولة نشر الفرح وحب الحياة ولكن أيضا ألم وتمرد. هل هي مدرستك الشخصية في التعبير بالريشة أم هي هواجس الفنانة التي كنت تتحدث عنها هي التي ترسم وهي التي نراها في تعبيراتك عبر لوحاتك؟ سؤال هيك أنا دائما بحاول أسأله لحالي وبدور على الإجابة من خلال اللوحة. اللوحة هي دائما محاولة فهم لشخصيتي، يعني أسئلة ما بعرف جواب عنها يمكن بالكلام، فبتطلع من خلال ألوان تقاطعات وملامح وانفعالات موجودة بهالوجه. باختصار بيعنيني الوجه الإنساني، رغم أنه بحب بساطة الشكل بهذا القطع بهذا الوجه، انه كيف من عينتين وانف وتم قدرانين نخلق هذا الاحتمالات اللامتناهية. شو تأثير اللوني اللي بيصير؟ احيانا بيكون جو اللوحة مفعم باللون، واحيانا بيصير في تقشف لدرجة انه ممكن يكونوا لونين، بس كيف تأثير العين؟ كيف الشغل قبل كان عين عبارة عن حالة بسيطة، بعدين بلشت تاخد شغل اكتر واقعي. العين هي لانه مرآة كل شيء. احيانا نحن في ظل عقوبة الكلام أحياناً العين هي بتكون كتير أصدق. حتى أختم معك، ما هي الصورة الصادقة اليوم التي تراها في أعمالك التي قد تمثل هذا المستقبل الذي تأمله لك لعائلتك ولابنتك؟ دائماً هلأ يمكن بلوحاتي في بريق بالعين، هذا البريق إنه الإضاءة أو الشعاع يمكن بعتبره مثل ما فلسفتنا نحن وتاريخنا انه الضوء هو الامل بعد العتمه في ضوء. فيمكن هو الضوء القريب اللي بينعكس على 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 وجوه هاي الاطفال، خلينا نقول رغم الاسى ورغم الحزن، رغم كل شيء عم نعيشه، لانه ما حدا عم يعيش حاليا ظرف منطقي انساني طبيعي. فبتمنى انه يكون الامل قريب والضوء قريب والفرج قريب على الكل إن شاء الله. الله خفف الله من كربكم إن شاء الله. الفنان السوري المبدع الحالم مهند عرابي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا في فقرة الحوار. شكرا. نعود إلى السياسة وأعود إليك دكتور سامي في بيروت. دكتور، كل طرف يبدو أنه متمسك بالهدنة ويبدو أنه مصر على الحل السلمي، ولكن مع ذلك لا هدنة في الواقع. ميدانيا هناك الكثير من الاختراقات العسكرية ولا بوادر حسب ما حكينا في هذا الجزء الأول من البرنامج لأي حل سلمي في الأفق. كيف نفهم هذه المفارقة لعدم احترام الهدنة من أي طرف؟ أعتقد يعني جميع الأطراف ليست ملتزمة بنفس المقدار بمسألة وقف إطلاق النار، ولأن لا شك أن هنالك أحد الأطراف يمكن ما زال يعول ليس على حسم المعركة عسكريا لصالحه، وإنما أيضا لتحسين موقعه التفاوضي من خلال الميدان، وأقصد هنا الطرف الإيراني تحديدا. لأن وأعود بالذاكرة يعني إلى يوم ما بعد معركة حلب، حينما قال نائب رئيس الحرس الثوري أن معركة حلب كانت ممتازة ولكن يجب الاستمرار بالعمل العسكري، الأمر الذي لم يلاقي تجاوبا أو صدى إيجابية لا من تركيا ولا من روسيا. ولا شك اليوم إذا كان منطقة شمال سوريا قد توزعت مناطق نفوذ بين روسيا وتركيا والأكراد أي الولايات المتحدة بطريقة غير مباشرة، يبقى أنه على الطرف الإيراني اليوم يسعى إلى تثبيت منطقة نفوذ لا سيما يعني بين حمص ودمشق وصولا إلى الجبال الشرقية اللبنانية. ومن هنا أعتقد أنه يحاول ومن غير خروج علني عن وقف إطلاق النار تحسين وضعه المنزل.
الميداني ومن هنا تحسين موقعه على طاولة المفاوضات. سيد يفجيني، الطرف النظام السوري اخترق هذه الهدنة التي بدأت في أواخر ديسمبر عام 2016 الكثير من المرات. الدول الثلاث روسيا تركيا إيران هي التي اتفقت في أستانا على إنشاء آلية لتطبيق ومراقبة وقف إطلاق النار. من هو غير القادر من هذه الأطراف الثلاث على تطبيق هذا الاتفاق أو إيجاد آلية لتطبيقه على الأرض؟ أعتقد بأن روسيا وتركيا تلعبان دورين رئيسيين في هذه العملية. والآلية الثلاثية التي سميت هكذا بشكل رسمي فهي في الحقيقة الآلية الثنائية متكونة من موسكو وأنقرة. هناك تبادل يومي بخروقات مسجلة للهدنة لوقف إطلاق النار تتبادل بها موسكو مع أنقرة، ولكن يبدو أن إيران وإن شاركت في هذه العملية فهذه المشاركة هي متواضعة جدا ونكاد لا نسمع عنها شيئا يذكر. وبالتالي أعتقد بأن موسكو وأنقرة بإمكانهما أن تزيد من فعالية هذه الآلية، ولكن المشكلة الأساسية التي يواجهها كل من روسيا وتركيا في هذا الصدد هو ربما عجز كل واحد منهما، عجز موسكو من جهة وعجز أنقرة من جهة أخرى عن ممارسة الضغوط الفعالة على طرف يحمي. سيد يفجيني، هل هو عجز موسكو فعلا على التأثير على النظام السوري أم أنه يشاهد ما يحدث على الأرض بعين الرضا، حيث كما قال الدكتور سامي منذ قليل أن هذا سيساهم في تقوية أوراقه وأوراق المفاوضات على الطاولة؟ لا أعتقد ذلك، لأن موسكو يبدو أنها هذه المرة جادة في الوصول بهذه القضية إلى نهايتها المنطقية، أي إلى نهاية متمثلة في ضرورة بذل مساعي سياسية على هذا الطريق. لأن روسيا الآن يبدو أنها تعبت يعني إن صح التعبير طبعا من مشاركاتها العسكرية في هذه الحرب، ولكي لا تغرق أكثر في المستنقع السوري إنجاز التعبير، فروسيا عليها أن تستغل كل ما لديها من نفوذ وتأثير على لا سيما على طرف النظام السوري. ولكن يبدو ولدي انطباع بأن هذه الضغوط إن مورست من قبل موسكو على دمشق فهي غير كافية، ربما لأن دمشق الآن تخوض اللعب بشكل مستقل وربما لا تبالي بما تقول له موسكو، على الأقل هذا هو انطباع. لكن من جهة أخرى دمشق طبعا والنظام السوري يدرك تماما أن بيد موسكو ورقة قوية جدا فيما يتعلق بإمكانية علاقاتها مع النظام السوري وهي مشاركتها العسكرية إلى جانب النظام. فروسيا في أي وقت من الأوقات يمكن أن تهدد دمشق بتقليص حجم مشاركتها، وهذا بلا شك سيضعف النظام في مواجهته المعارضة السورية ناهيك عن التنظيمات الإرهابية. دكتور رامي، النظام السوري لديه هذه المساحة لعدم تقبل ربما التوجيهات من القادمة من موسكو حيال احترام وقف إطلاق النار؟ لا أعتقد، أعتقد أن هنالك القرار الرسمي للنظام لا أعتقد أن هنالك إمكانية لكي يعارض موسكو أو يعارض طهران المتواجدتان على الأرض واللتان حمتا النظام خلال السنوات الماضية. ولكن هنالك نقطة على غاية من الأهمية يجب الإشارة إليها، أن هنالك نقاط ضعف أساسية في اتفاق وقف إطلاق النار، لأنه على سبيل المثال يستثني بعض التنظيمات الموجودة في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة وعلى رأسها تنظيم جبهة النصرة والتنظيمات المتحالفة معه، وبالتالي هذا يسمح للنظام بالقول بأنه عندما يوجه ضربات إلى بعض المناطق أنه يحارب التنظيمات الإرهابية الخارجة أصلا عن الاتفاق والتي لم توافق عليه. هذه نقطة. النقطة الأخرى في الاتفاق لم تكن واضحة في مسألة المناطق الاستراتيجية جدا بالنسبة للنظام، وهي محيط دمشق، الغوطتين، ووادي بردة. لذلك شهدنا أنه حتى بعد 24 ساعة من توقيع الاتفاق اتجه النظام للسيطرة على وادي بردة وعلى عين الفيجة على وجه التحديد لأهميتها الاستراتيجية، لأنها المزود
المزود الأساسي للعاصمة. هذه نقطة ثانية. النقطة الثالثة الحقيقة الميليشيات الإيرانية الموجودة على الأرض والتي باتت تسيطر على مساحات واسعة، النظام لا يمتلك سيطرة عليها، وإيران لا تبدو الحقيقة مندفعة باتجاه احترام موقف إطلاق النار والركون إلى الحل السياسي. لذلك شهدنا تحركات لحزب الله وللتنظيمات الأخرى المتحالفة مع إيران. نقطة رابعة أيضا وهي على غاية من الأهمية فيما يتعلق بالجبهة الجنوبية، الحقيقة لتركيا لها تأثير على الفصائل المسلحة التابعة للمعارضة الموجودة في ريف حلب، في إدلب، في حمص، في شمال سوريا، ولكن ليس لها تأثير على الجبهة الجنوبية حيث هنالك فصائل تابعة للجيش الحر، وهي تابعة الحقيقة لمكتب موك أو مكتب التنسيق مع الدول الغربية الموجود في العاصمة الأردنية. لذلك هذا أيضا ساهم في إضعاف هذا الاتفاق. لذلك باعتقادي أن سوف نشهد على الدوام خروقات كبيرة لهذا الاتفاق. دكتور سامي، إذا كان روسيا الماسكة بأغلب أطراف هذا الملف السوري المستعصي وغير قادرة على إيجاد أي اختراق، ماذا على الأمم المتحدة إذن والتي ليس لديها أي حقيقة ورقة للضغط على أي طرف؟ أعتقد الأمم المتحدة يعني حققت فشل ذريع في على مستوى الأزمة في سوريا، فهي لم تتمكن حتى من إيصال المساعدات الإنسانية، ولكن هذا أيضا يعود إلى ما يسمى بنظام الفيتو، حيث أن استعمال الفيتو الروسي لسبع مرات على التوالي أعاق كل إمكانية لتسوية أو لقرار دولي يذهب باتجاه يعني إيجاد حل أو تسوية للأزمة السورية. ولكن هذا واقع الأمر، أن الأمم المتحدة وإطار الأمم المتحدة يخضع إلى موازين القوى لا سيما بين اللاعبين الخمس الكبار، وبشكل خاص العلاقة وموازين القوى بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا. وأعتقد اليوم يجب الانتظار إلى أين سوف تفضي هذه العلاقة بالنسبة إلى الملف السوري، هل سوف تذهب باتجاه صفقة ما، أو نحن على أبواب حرب باردة تكون مسرحها الشرق الأوسط وربما جزء من أوروبا الشرقية أيضا. تداعيات الإخفاق المستمر والمتعثر في إيجاد أي حل واختراق للملف السوري والأزمة بعد الفاصل. مرحبا بكم من جديد. قبل أن نواصل النقاش سنرصد في نظرة سريعة أبرز مستجدات مراكز البحوث والدراسات في الإمارات وخارجها في فقرة دقيقة بحوث. تحت عنوان إنشاء مناطق آمنة داخل سوريا البدائل والصعوبات، نشر مركز الأهرام للدراسات تحليلا للتعاطي الأمريكي مع الملف السوري، أكد فيه أن مسارا أو نمطا جديدا ربما ستشهده السياسة الأمريكية في ظل الإدارة الجديدة تجاه الملف. واعتبر التحليل من الأهمية بمكان إعلان ترامب عزمه إقرار إقامة مناطق آمنة في سوريا بالإضافة إلى تعاظم الدور الأمريكي في مكافحة الإرهاب. نشر المركز الكندي للدراسات الاستخباراتية والأمنية دراسة بعنوان الدعوة إلى الجهاد، كاريزما الدعاة والإنترنت. وبينت الدراسة أن التنظيمات الإرهابية في دعوتها للجهاد توظف شرطين مترابطين، أولهما ظهور قيادة دينية كاريزمية تروج لأفكارها المتطرفة، وثانيهما وجود اضطرابات عميقة في المجتمع نتيجة عجز الأشكال التقليدية والقانونية للسلطة عن مواجهة التغيرات المجتمعية الجذرية. نيران الربيع، رحلة ما بعد الربيع العربي في شرق أوسط جديد مضطرب، عنوان كتاب جديد خلص إلى تعداد التداعيات السلبية للثورات على المنطقة وانتشار مسارات جديدة من العنف والصراعات، لكنه تجنب إطلاق الأحكام النهائية على الثورات في انتظار اتضاح الصورة في قابل السنوات. نواصل إذن هذا الحوار مع ضيوفنا الكرام. أعود إلى موسكو. بما أن هناك سيد يفجيني دول بعينها وكيلة عن الفرقاء العسكريين السوريين، بدليل أن بيان أستانا لم يوقعه سوى ممثلي عن روسيا وتركيا وإيران في المفاوضات، هل سنرى نفس هذه الأطراف تتحدث عنهم في أستانا قادم؟
أعتقد بأن الجواب ربما يكون نعم ولا. نعم، لأن يعني الجميع تعودوا الآن على أن مفاوضات أستانا هي تحت رعاية هذه الدول الثلاثة التي أعلنت نفسها الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار ووقف الأعمال العدائية. هذا من جهة. من جهة أخرى طبعا هناك ربما آفاق جديدة لمفاوضات أستانا في محطاتها القادمة، وربما ينظر البعض إلى هذه المفاوضات على أنها قد تكون إن لم تكن بديلة وإنما ربما متنافسة مع مفاوضات جنيف. لكن أنا شخصيا أعتقد وقلت ذلك في بداية حديثنا في بداية هذه الحلقة أن روسيا تحاول أن تخلق انطباعا بأن مساعيها في هذا المجال موجهة فقط إلى أن تصبح منصة أستانا تمهيدا لمفاوضات جنيف للمفاوضات السياسية، وهذا يعني أن روسيا لا تدعي برأيي على الدور الرئيسي في هذه المنصة، منصة أستانا بالذات، رغم طبعا أهمية روسيا في كل ما يتعلق الآن بالأزمة السورية من شقيها العسكري والسياسي. هذا الأمر مهم جدا لأن مفاوضات أستانا حسب آراء المشاركين فيها يجب أن تستمر وتتواصل، رغم أن لا المعارضة ولا الحكومة لم يوقع على بيان أستانا واحد، ولكن هذا الأمر أعتقد بأنه كان منطقيا، وما من أحد توقع أن وفدي الصراع في سوريا سوف يوقعان على أي بيان، لأن هذا ربما يتعارض مع التوجيهات التي تلقى كل منهما من قبل قيادتهم. دكتور رامي، بالرغم أن الكل يؤكد على ضرورة المضي قدما في أستانا قادم وفي جنيف آخر حتى قبل أن ننهي هذا بدون أي اختراق واضح، ولكن التباين رهيب. يعني دكتور رامي، المجلس الأمن أو الأمم المتحدة ودمستورة يود أن يرى أن النقاط الرئيسية التي لابد النقاش حولها تأسيس شكل جديد من أشكال الحكم، صياغة دستور جديد، إجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة، ما يتعارض تماما مع أجندة المعارضة التي ترى أن النظام الأسد يجب أن لا يكون جزءا من الحكم لا في مرحلة انتقالية ولا بعدها. ترى أن الأولوية يجب أن تكون التفاوض المباشر حول عملية الانتقال السياسي، ونحن لسنا قريبين أبدا من هذه العملية. كيف يمكن الآن أن نعالج هذه الهوة المتسعة جدا بين الطرفين؟ باعتقادي أنه الآن يصعب معالجة هذه الهوة التي ما وصفته بالهوة نوفر، وباعتقادي أننا بحاجة إلى وقت ربما أولا لتبين ملامح الإدارة الأمريكية أو سياسة الإدارة الأمريكية تجاه الملف السوري ولتحقيق تلك الصفقة التي تحدثت عنها في بداية هذا الحديث. أضف إلى ذلك أنه من الواضح أن توقيت القرار يوم أمس والذي استخدمت روسيا والصين حق النقض الفيتو لإجهاضه يأتي للإعلان عن عدم رضا الغرب عن التحرك الروسي وعدم رضا الغرب عن الاستفراد الروسي بالملف السوري. هذه نقطة. النقطة الأخرى أيضا فيما يتعلق بمؤتمر أستانا، ربما المؤتمر القادم لن يكون كما المؤتمر السابق، لأن من الواضح تماما أن الأرضية المشتركة التي نشأت ما بين كل من موسكو وطهران وتركيا خلال الأشهر القليلة الماضية لم تعد بتلك المساحة وضاقت كثيرا، وبالتالي إذا ما فشلت موسكو في الحفاظ على تلك المساحة المشتركة مع تركيا وطهران باعتقادي ليس هنالك إمكانية. أضف إلى ذلك أن المندوب الروسي أو المبعوث الروسي الذي حاول الالتقاء مع المعارضة في 24 ساعة الماضية أتى ليؤكد على أن الإرهاب يجب أن يناقش في مؤتمر جنيف، وهذا يعني أنه نزع موضوعا مهما تم مناقشته في مؤتمر أستانا، وبالتالي لم يعد هنالك معنى حقيقي لمؤتمر أستانا سوى بالحفاظ على وقف إطلاق النار. ويفترض أن الآلية التي أوجدتها هذه الأطراف في المؤتمر السابق سوف تبقى فعالة خلال الفترة القادمة، لذلك باعتقادي أنه خلال إمكانية جسر الهوة ما بين الأطراف إمكانية صعبة، لأن المعارضة ترى أن السيد ديمستورا يضع العربة قبل الحصان عندما يتحدث عن الحكم وعن الانتخابات وعن الدستور، لأن الأطراف لم تتفق أصلا على وجود عملية انتقال سياسي، وبالتالي النظام لا يريد مناقشة هذه القضايا، لذلك صرح بأنه يريد مناقشة فقط قضية الإرهاب ثم ينتقل إلى القضايا الأخرى، وهذا الحقيقة حجة النظام على مدى الجولات الماضية، ولا أعتقد أن ذلك
ذلك سوف يتغير، والنظام لا يراهن على الحل السياسي وغير مستعد لعملية انتقال سياسي، ولا يوجد الحقيقة ما يدفع النظام إلى القبول بعملية الانتقال السياسي. حتى الضغوط، لا يوجد ضغوط لا من المجتمع الدولي ولا من الأطراف الإقليمية، ونجحت روسيا بحماية النظام حتى الآن. هناك جمود سياسي فعلي دكتور سامي، وهناك عجز على أي حسم عسكري لأي طرف من الأطراف. من وجهة نظرك كيف يمكن إخراج هذه الأطراف المتصارعة اليوم من هذا الجمود إلى أي جهة معينة لحلحلة الموضوع؟ أعتقد يعود بسبب هذا الجمود إلى أننا نمر في مرحلة انتقالية. هناك لاعبين أساسيين يعودان على الساحة السورية، هما الولايات المتحدة الأمريكية وإلى حد معين أيضا المملكة العربية السعودية، وهذين الدورين كانا قد انكفاء خلال الفترة الماضية، لا سيما بعد هذا الدخول المدوي والذي نعم قطف ثمار نجاحاته العسكرية بالدبلوماسية وأدى إلى مسار استانا. ولكن اليوم مسار استانا أصبح جزءا من الماضي، حقق أهدافه. الهدف الأول هو تكريس الدور الروسي أولا والتركي ثانيا على حساب أدوار أخرى بما فيها الدور الإيراني. أدخل إلى على طاولة المفاوضات منصتين للمعارضة السورية، هي منصة القاهرة ومنصة موسكو، ويحاول تثبيت وقف إطلاق النار، لأنه نعم كما أشرتم هنالك مصلحة روسية بتثبيت وقف إطلاق النار لأسباب عديدة لن نتعرض إليها اليوم. اليوم المسار التفاوضي بحاجة إلى قوة دفع تأتي من الخارج. قد تكون قوة هذه قوة الدفع سياسية إذا ما حصل توافق أو صفقة بين واشنطن أو موسكو، وإذا لم يحصل ذلك هنالك يعني معارك عسكرية سوف تحسم على الأرض، لابد من أن تنتهي، لا سيما معركة الرقة تحديدا، حيث سوف تفرز موازين قوى جديدة تنعكس على طاولة المفاوضات. سيد يفجيني، كيف تتابع موسكو تعدد المنصات هذه بعد أن كانت هي لوحدها مالكة وماسكة بكل يعني أوراق الملف؟ هل سينفلت منها في وقت من الأوقات من وجهة نظرك؟ لا، أنا أعتقد أن روسيا تنظر إلى هذه المنصات على أنها يعني شيء طبيعي، لا سيما في هذه الظروف التي لا وضوح فيها لأفاق الأزمة السورية ولا لكيفية التعامل مع هذه الأزمة من قبل أي منصة من المنصات. ليس لديها تصور واضح تماما حول ما يمكن فعله لتقديم مثلا مقترحات بناءة من جهة، وتقديم تنازلات معقولة ضمن الحدود المعينة من جهة أخرى. هذا الأمر وهذا الأفق يبدو برأيي مستحيلا أو متعذرا بشكل واضح الآن. لكن أنا أستغرب إذا سمحت أعود إلى الأجواء التي تسود مفاوضات جنيف. وبالنسبة لي الأمر الذي أعتبره غريبا جدا هو كون السيد ديمستورا، رغم احترامي أنا العميق له ولدوره كشخص يدير هذه المفاوضات، إلا أنه كان يجب عليه أن يحضر مسبقا الخطوات الإجرائية التي بدأ يقترحها على المشاركين بعد وصولهم إلى جنيف. كان يمكن أن يفعل ذلك قبل وصول الوفود إلى جنيف حتى يوفر الوقت أولا، وحتى تكون المفاوضات بناءة ومثمرة. هذا لم يحدث. من جهة أخرى هناك أيضا غموض في جدول الأعمال. الكل كان يعرف أن هناك ثلاثة أمور رئيسية: الحكم، الدستور والانتخابات. لماذا هذه التحركات، هذا الحراك الذي لا نهاية له من قبل المبعوث الأممي ومن قبل كل الوفود التي ربما تتظاهر بأنه لم يكن لديها تصور واضح حول هذه الأجندة؟ يعني هذه التساؤلات كلها تبقى بلا جواب.
طبعا دكتور رامي، سيد يفجيني ليس الوحيد الذي عبر عن حجم الخلل في عمل المبعوث الأممي ديمستورا في الملف السوري، ولكن لا يتحمل هو وحده لمسؤولية ما آلت إليه الأمور من تعثر وعدم اختراق لأي شيء في هذا الملف. من وجهة نظرك حتى أختم معك هذه الحلقة، أي منصة قد تكون هي الكاسبة والفائزة باختراق ولو بسيط في الملف السوري، وعلى ماذا يعول هذا الملف في قادم الأيام؟ باعتقادي أن جنيف هي الحاضن الطبيعي لأي مفاوضات يمكن أن تتم بين النظام والمعارضة، لأنها تتجاوز الحليف الروسي والحليف الإيراني للنظام إلى رعاية أشمل من المجتمع الدولي ومن دول قريبة من التوجهات المعارضة. الوجود التركي الحقيقة في مؤتمر أستانا لم يكن مؤثرا سوى بتحديد خطوط التماس ما بين قوات المعارضة وقوات النظام وتحديد أولوية القتال مع داعش والتفاهم التركي الروسي، ولكن ذلك لم يكن كافيا لإيجاد تسوية سياسية. من الواضح تماما أنه لابد من رعاية أشمل ولابد من صفقة دولية. إن لم تتم هذه الصفقة وليست هنالك بوادر لقيامها خلال الفترة القادمة، إن لم تتم لا أتوقع أن هنالك اختراقا كبيرا سوف يحدث على الملف السوري. هنالك ربما تتم محاولات من أجل تبريد هذا الملف والحفاظ على حد على مستوى متدني من العنف، وإن كان من المتعذر تماما الوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار، خصوصا أن هنالك صراعات أخرى على هامش الصراع الموجود في سوريا ما بين النظام والمعارضة، سواء الآن يمكن أن نشهد صراعا ما بين القوات التركية أو المتحالفة معها والأكراد، أيضا الصراع على الرقة، وبالتالي هنالك صراعات سوف تندلع خلال الفترة القادمة، وليس هنالك بصيص أمل حتى في إمكانية الوصول خلال الأمد المنظور إلى تسوية سياسية للملف السوري، ونحن بانتظار تطورات على المستوى الدولي أكثر منها تطورات على المستوى السوري. صورة يعني قاتمة جدا قابل الأيام للملف السوري. بهذا وصلنا إلى نهاية حلقتنا من قابل النقاش، كان عنوانها الملف السوري قدم في جنيف عين على أستانا مفاوضات بنسختين. شاركنا في النقاش دكتور رامي خليفة العلي الباحث في الفلسفة السياسية، انضم إلينا من باريس. من موسكو كان معنا المحلل السياسي الروسي يفجيني سيدروف، وانضم إلينا من بيروت دكتور سامي نادر مدير معهد المشرق للشؤون الاستراتيجية. جزيل الشكر أيضا لرسام البرنامج فواز أرناؤوط الذي واكب برسومه ولمساته الكاريكاتورية محاور هذه الحلقة. يسعدنا أن يستمر تفاعلكم مع كل ما جاء فيها عبر صفحة قابل النقاش على الفيسبوك تويتر ويوتيوب وموقع مؤسسة دبي للإعلامي على الإنترنت، حيث يمكنكم مشاهدة هذه الحلقة والحلقات الماضية. أحيانا يخبو صوت الحرب عندما تعلو إرادة الحياة، حقيقة صدح بها فيلم قصير قادم من الدمار من تحت الأنقاض، يظهر بالصوت والصورة حجم المخاطر التي يصارعها متطوعون سوريون لإنقاذ الضحايا من تحت الركام وبإمكانيات بسيطة. انفطرت قلوب أعضاء لجنة التحكيم في مهرجان الأوسكار لما حمله الفيلم من صراع أصحاب الخوذات البيضاء مع الموت من أجل حياة الآخرين. كرم الفيلم The White Helmets وباستحقاق، بل اعتبر عملا ملحميا إنسانيا وانتصارا في حرب أخرى من أجل حياة تكتب من جديد لناجين على يد متطوعين. إصرار أبطال الفيلم الغائبين على أن تقرأ رسالتهم إلى العالم على منصة التتويج لا يعادله سوى إصرارهم على تضمينها الآية الكريمة ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. تلك هي الصورة الناصعة للإسلام الحق، إسلام الحياة. أصحاب الخوذات البيضاء اليوم سعداء بالتكريم، سعداء أيضا بأن العالم أدرك أن في وطنهم المكلوم من يعشق الحياة، لكنهم سيكونون أكثر سعادة عندما يهب العالم لإنهاء مهمتهم. إلى اللقاء.